أولى محطاتنا زينب لليوم رح نبدأها بجولة على التاريخ السوري القديم واستطلاع للمعالم الحضارية عن حضارة مملكة شكلت عبر التاريخ محط أنارة وعمل جذب لكل مكونات الحضارة الإنسانية. مملكة أبلة عن الفن والحضارة واللغة عبر التاريخ وأهم الكشوفات والبعثات التي تتالت على هذه المنطقة رح يعرفنا عنها الأستاذ عبد الرزاق الحمصي باحث ودليل سياحي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم سعادة ومحبة وأمل جديد إن شاء الله. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نبلى مع رسالة الفن ورسالة إبلة الحضارية في التاريخ. نعرف عن موقع إبلة. وين موقع إبلة؟ إبلة تقريبا 60 كيلومتر جنوب حلب بوسط سوريا. إبلة 5000 سنة حركز، يعني هي إبلة أهميتها أنه 5000 سنة وهي بوسط سوريا وهي حضارة سورية بحتة. تم اكتشاف إبلة أو بدأ التنقيب بإبلة من 1964، واكتشف أرشيف إبلة بال 1975. هذا اللي عمل ثورة بعالم الآثار اللي نحكي حنحكي عليه كتير. موقع إبلة من حيث المدينة والتخطيط أعجاز، فيها أعجاز كبير. مدينة مساحتها تقريبا 60 هكتار، محاطة بأسوار، سماكة السور 20 متر، ارتفاع 30 متر، في أربع بوابات ضخمة. يعني هي إبلة من هداك الوقت من 5000 سنة عبارة عن حصن. بدأ التحصين بالعالم، نظام التحصين هي بدأ من إبلة من 5000 سنة، وفي أربع بوابات ضخمة، وكل بوابة فيها أربع بوابات. نعم. بأحجار ضخمة، يعني بعض الأحجار المستخدمة بالبوابات تقريبا 8 طن كل حجر، وعم نحكي 5000 سنة. قصر الملك بالوسط، والنظام المعماري والفني اللي فيها كمان في إعجاز. على فكرة البيوت بإبلة وبماري هي نفس نمط البيوت اللي موجودة بدمشق القديمة وحلب وأغلب المسجد. فسحة سماوية محاطة بالغرف. هلا هون في عنا صورة تخيلية، إذا بتطلع صورة تخيلية لإبلة بتشوفوا البيوت شلون محاطة بأسوار، فيها نظام مائي دخول وخروج. نعم. وحنحكي هلأ نحن أرشيف إبلة هو أهم شيء بإبلة. هلأ لاحقاً حنحكي بأرشيف إبلة. نعم. حالياً إبلة بتشوفوها بهالطريقة هاي يلي هي عبارة عن الأسوار، بس الأسوار هلأ مغطى بساتر ترابي، بس واضحة جداً هي الأسوار وضخامتها وقيمتها الكبيرة. نعم. يعني أما عن الأرشيف، تفضل. يعني الحديث الرئيسي هو الأرشيف. خلينا نحكي عنه بشكل عام، يعني الزراعة. هو من خلال الأرشيف حأحكي معلومات. كل شيء حقوله هلا. نعم. هو موثق بأرشيف إبلة يلي عمره 5000 سنة. طبعا أرشيف إبلة هو إعجاز. بعد اكتشاف أرشيف إبلة معلوماتنا عن تاريخ سوريا والعالم تغير نهائيا، لأنه كان مليء بالأكاذيب والخرافات. أرشيف إبلة صحح كتير نظريات بالتاريخ لأنه اعتمدنا على وثائق إبلة. وبرد بقول إبلة هي حضارة سورية بحتة، typical ancient Syrian culture، ما لا شيء تاني. لأنه حسب اللي كانوا بيقولوا بيخلطوا بيخبصوا فيها، إبلة حضارة سورية بحتة بتعود ل 5000 سنة. أما عن أرشيف إبلة وغنى أرشيف إبلة واللي فيه ورد فيه، كل المدن اللي كانت بهذاك الوقت بالألف الثالث قبل الميلاد من 5000 سنة وردت بأرشيف إبلة، مثل حلب بنفس الاسم، حلبة، حما، حما بتعني الحصن، دمشق، أور، بابل، كل المدن عالم. نعم. واللي كان يحصل بالمدن كمان كان بأرشيف إبلة. وإبلة هي كانت عاصمة تقريبا لسوريا. حلو. إبلة سيطرت على المنطقة كلها من جبال الأناضول شمالا لسينا، نهر الفرات للبحر المتوسط. كل هالمنطقة هي كل هالمدن كانوا بهالمنطقة كانوا تحت سيطرة إبلة. إبلة كانت مدينة تجارية عريقة جدا وصناعية. التجارة اللي كانت فيها الأربع بوابات اللي قلت عنهم هن كانوا أربع أسواق. كنا نسمع عدة لغات، يسمعوا بهذاك الوقت عدة لغات فيها. كانت تجارتها مع العالم كله، وكانت تشبيك مع العالم. نظرية البحور الخمسة ربطها، إبلة ربطتها من 5000 سنة. عن الصناعة، الصناعة كانت كتير عريقة بإبلة.
أهم الصناعات اللي كانت فيها صناعة النسيج. صناعة النسيج اشتهر كتير من الكتان والصوف والحرير، واخترعوا خيط رفيع لنسج النسيج بوقتها مع الكتان والصوف والحرير يلي بروكار هلا 5000 سنة. طعموا صناعة المفروشات، كان يجيبوا الأرز اللي اسمه أرز أتوم، من يجيبوا الأرز من جبال لبنان ويصنعوا المفروشات يطعموها بالصدف. بمتحف حلب، اللي بيزور متحف حلب حاليا بيشوف هالقطع هي. شو هي القطع؟ هي جزء من مفروشات خشبية مطعمة بالصدف. هالصناعة بسوريا عمرها 5000 سنة. نعم. ما عمرها مئات السنين ما بيحكوا أحيانا. 5000 سنة. وهي القطعة موجودة حاليا بمتحف حلب. نعم. تماما. يعني استاذ عبد الرزاق ايضا في رقميات، في جداول لغه هي وقواميس موجوده لهلا بقبلة. خلينا بس نطلع، ذكرتيني بامر مهم جدا. تفضل. يلي هو موضوع اللي رقميات موجود، اذا موجود ان شاء الله يكون موجود. موجود موجود الحمد لله. موجود بارشيف قبلة اكتشفوا لحد هلا 1200 كلمه وجمله وتصريف افعال موجودين باللغه العربيه حاليا. أنا اخترت هدول تقريبا شي سبعة عربية يكونوا واضحين. هلا شوفوا زيكار تذكر، زيرتون بالعربي زيتون، بوكار ولد بكر، أرزتوم أرز، إحقار محترم، ملكو ملك، إيدو إيد. على فكرة هدول الموجودين باللغة الفينيقية بأرشيف أوغاريت، وموجودين بتدمر باللغة الآرامية، وموجودين حاليا باللغة العربية. فإذا اللغة العربية والثقافة العربية اجت من إبلة، ما اجت من مكان ثاني. حسب بعض الكلمات كم كلمة هن؟ 1200 كلمة وجملة وتصريف. وتصريف افعال باللغة العربية موجودين. موجودين لذلك انا بدعي المجمع اللغة العربية وبشجع الجامعات للبحث بهالموضوع. لازم. وتكذيب النظريات الخرافات والاساطير اللي اجت بيقولوا من الجنوب اجت اللغه العربيه، لا، اجت اللغه العربيه هي اقدم وثائق عن اللغه العربيه. نعم. هي بإبلة. نعم. طيب بما انه عم نحكي عن اللغه وعم نحكي عن الصناعه والزراعه وهالمملكه الكامله المتكامله، خلينا نحكي عن البعثات التنقيبيه المهمه اللي صارت بإبلة. شو اهم الاكتشافات اللي اكتشفت غير اللغات هي بعثه واحده اللي نقبت بقيادة باولو ماتيا وما زال لحد اليوم. هذا الشاب اجى بسنة ال 64 وطلب انه ينقب بموقع بسوريا. نصحته مدير إدارة الآثار بحلب انه ينقب بموقع اللي كان اسمه تل مرديخ، ما كان اسمه إبلة بعدين. وأول 10 سنين من شغله ما كان عم يلاقي شيء، بس هو كان مصر انه هذا الموقع مهم نظرا للجدار اللي موجود والأكربول اللي موجود. وفعلا 1975 وقت اكتشف الارشيف باولو ماتيه، هو بعثه سوريه ايطاليه. نعم. وقت اكتشف الارشيف عمل ثوره وصار ينط، يعني انه وصار اشهر عالم اثار موجود وما زال على قيد الحياه بالعالم. هلا كبير بالسن بس لساته نشيط، واجى على سوريا مده سنتين. اخر مرحله تنقيب كانت بال 2010. هلا للاسف المسلحون دمروا جزء من آثار إبلة، بس اللي موجود تحت الأرض بإبلة بيعادل 100 ضعف اللي اكتشفناه. مو بس بإبلة، في مئات المواقع بسوريا، 10000 موقع اللي موجود تحت الأرض أكثر. لذلك الأجيال القادمة إن شاء الله بيلاقوا كتير شغلات موجودة. سوريا ما بتتدمر، وإبلة بنرجع إن شاء الله بنزورها معكم بالإخبارية ونساوي حلقة بقلب إبلة إن شاء الله. إن شاء الله. موضوع لسه في كتير بنحكي بأرشيف إبلة. أول برلمان كان بإبلة، كان اسمه مجلس الحكماء والآباء. برلمان له دور سلطة تشريعية ومراقبة الملك. اكتشفنا مدرسة بإبلة. مدرسة. أنا بأحد التقارير تقريبا من 25 سنة كنت عم أقرأ تقرير تبع البث اللي كنت عملوه. اكتشفوا سكول شيلدرن اكسرسايز، يعني تمرين كاتبينها اطفال المدارس بإبلة. هذا دليل انه في بإبلة كان في مدرسه، وكان في إبلة مدرسه لغات اجنبيه.
هلا لغه إبلة هي لغه إبلائيه خاصه بإبلة ومملكه إبلة، بس الاكاديه كانت لغه عالميه بهذاك الوقت مثل الانجليزي لغه البزنس. نعم. لذلك كمان علموا التلاميذ الاكادي مشان يتواصلوا تجاريا مع العالم. نعم. اكتشفنا بإبلة بارشيف إبلة شغله كمان فيها اعجاز كثير كبير، مؤتمر طبي، عقد اول مؤتمر طبي. هلا الدكتور شادي معنا بيشرفني كمان الدكتور شادي. كمان اكتشفنا بارشيف إبلة علاجات طبيه ونصوص طبيه. بس اول مؤتمر طبي ينعقد من 5000 سنه، هذا كمان اعجاز. نعم. واستخدموا كمان للدكتور شادي، استخدموا بإبلة الاعشاب كعلاجات طبيه. إبلة بقدر احكي كثير عنها. معناتها في ارض خصبه كانت يعني في طبعاً. في زراعه يعني كان في زراعه. تمام. كان في زراعه وكان في صناعه من الزراعات اللي كانت طبعا القمح والزيتون. الزيتون اول تسجيل لشجره الزيتون بالعالم بإبلة، وانتقلت شجره الزيتون للساحل، ومن الساحل انتشرت عبر حوض المتوسط. حلو. الرجل الفينيقي اخذها لحوض المتوسط بالكامل، بس طلعت شجرة الزيتون إبلة. واكتشفنا بأرشيف إبلة وصفات للزيت الزيتون. أحد الوصفات بتقول إذا أردت أن تعيش حياة طويلة وصحية كل زيت زيتون إبلة. هذا تقريبا ماركتينج، تسويق وعلاج. حلو. إبلة ما في مدينة بتعادلها بالعالم. نعم. لحد هلا أنا بقول، وطلعت الحضارة العالم كلها من إبلة، حضارة العالم كلها من إبلة. والإبلة هي السورية وما لها شيء ثاني ابدا. انا عم ركز مرة ثانية وثالثة انه إبلة سورية، والحضارة السورية العربية طلعت من إبلة. كثير اكتشفنا كثير امور بإبلة. الفن بإبلة، الفن بإبلة في اعجاز. هلا في قطعة هون، هي نسخة مصغرة لتمثال موجود بمتحف حلب. حلو. مصنوعة بموافقة المديرية العامة للآثار والمتاحف، لانه في ناس عم تسألني انه منين عم تجيب القطع. هدول موجودين. لا أكيد. هي قطعة لثور مصنوع من خشب مغلف برقائق ذهب 5000 سنة. نحن جبت قطعة بس شو رمزيتها كانت؟ ولا أنه هي خصوبة وقوة. خصوبة وقوة. وعلى فكرة المعابد، ذكرتيني كمان معابد إبلة، كانت في كتير معابد، معبد للشمس ومعبد للعواصف وفي لعشتار. هل أنا عم أحكي عن حضارة إبلة بمناسبة قرب يوم المرأة العالمي؟ إبلة كانت متطورة وحضارتها متطورة، لأن كانت المرأة بإبلة قيمة عليا. نعم. أي مجتمع المرأة بتكون ما لها قيمة عليا هو مجتمع فاشل. لذلك كانت إبلة ناجحة حضاريا كتير. سبب رئيسي هو المرأة كانت قيمة عليا. وكان في معبد مهم لعشتار، آلهة الخصوبة والحب عند السوريين. وكان في إبلة شغلة كتير مهمة جدا، كان في هرم بإبلة. حلو. بس الهرم ما كان للدفن، كان حطوا فيه لبوة، لأنه إبلة جسدوها بلبوة، كان يحطوا لبوة بقلب. للأسف هذا الصفيان القاعدة تبع الهرم، مع مرور الزمن في قرية هذيك اسمها تل مرديخ، كان ياخذوا الأحجار ويعمروا البيوت لحد ما صفي من الهرم غير قاعدته. نعم. نعم. رسالة إبلة عبر التاريخ، خلينا نحكي فيها كمملكة سورية صدرت الحضارة والثقافة وكانت كنز تاريخي حقيقي. خلينا نحكي عن الرسالة اللي هل إن شاء الله هيك رح نحافظ عليها. خلينا نحكي عنها. طبعا نحن رسالة الأجداد لازم نحافظ عليها وحنحافظ عليها، وفي كتير شرفاء عم يحافظوا على هالبلد رغم أنه بهالوقت هاد تزاحموا الأعداء علينا، تزاحمت الآلام. أنا كل ما بطلع بحكي تاريخ بيقولوا بهالوقت تحكي تاريخ، ناس تعبانة، وقت صعب وفي تزاحم كتير عن المصايب. بس مر على سوريا كتير، حتى على إبلة. إبلة تدمرت مرتين ورجعت تعمرت، وحلب تدمرت والشام تدمرت ورجعت تعمرت. بس أنا سبق أني حكيت هون عنكم، برد بحكي أنه كان في تكافل اجتماعي وكان في حب.
يعني مهما كانوا الاعداء اكيد المحبه هي موجوده عند السوريين طبعا طبعا موجودة. ويمكن هيدي الرساله اللي حضرتك هلا وصلتها لكل العالم انه دائما من بعد التخريب او الدمار دائما في اعمار في أمل. اكيد في أمل. في امل. شكرا كثير لوجودك معنا استاذ عبد الرزاق الحمصي. يعني احنا بنتمنى لسه نحكي عن تاريخنا، تاريخنا ما فينا نختصره كثير على إبلة، ولكن اكيد رح يكون لنا وقفات ثانيه مع حضرتك. شكرا لكم.